السؤال الثاني لو سمحت يا أخي، تفضل. التربص من رسم الصور الشخصية، هل حرام ولا حلال؟ الرسم باليد ولا بالآلة؟ رسم الصور الشخصية باليد. باليد لا، ما يجوز، لأنه يضاهي خلق الله. أما بالآلة شيخنا العزيز، الآلة هو حبس ظل يا شيخ، الأعمى يصور الكاميرا مثلا، يعني لو في الآن الأعمى مع جوال بالكاميرا ويعرف، نعم، أمكن يصورك وهو ما يدري عنك ولا يعرفك ولا يشوفك. نعم صحيح. أبو محمد،